لن نمسك روميو هكذا. بل سنفعل، سأطير وأحدد مكانه، وأنت استخدم خاصية السرعة، وزاحف سيقوم بمساعدتك. أجل، وسأتمكن من الإمساك بطائرة البومة. ها؟ إلى أين؟ هذه الدراجة لا تطلق الكرات ولا تطلق زئير القط. سأعود لأحضر سيارتي. لكن ماذا عن الخطة؟ روميو احبك، أمسكت بك بدراجتك. انسي الأمر بوما. ستنزلين للأسفل. ها، روميو الآن في المكان الذي نريده. قد زاحف الآن. الآن؟ لكن لا يوجد سواي، نحن بحاجة إلى القط. بقي القليل فقط. وداعا أيها المقنعون الصغار. زاحف، أين الفتى القط؟ سأجرب هذا الزر. لا لا لا، أيها الفتى القط، كنا نحتاج لمساعدتك. هرب روميو. كنت أريد المساعدة في سيارة رائعة. قد جاء، فلنختبئ. طائرة البومة كانت جيدة، لكن قد يكون هناك شيء أفضل. ميمي ميمي ماي نيمو، من منك سيكون التالي؟ نينجا نينجا نينجا. لا تعزفوا بصوت مرتفع، لن يسمع أحد صوتي. أنا أفضل نجم بوب، محارب نينجا يغني. توقفوا، أنا النجم هنا وليس أنتم، تراجعوا. أكثر، أكثر قليلاً، أكثر. ممتاز، والآن أين كنت؟ واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أنا أفضل نجم بوب، نينجا 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 نينجا. يا إلهي، سقف المتحف، إنه مصنوع من الزجاج، إن تابع الغناء سيتحطم. قالها بنفسه، لن يغني من دون فرقة، لذا علينا أن نستعيد تلك الآلات. أوه، أنا حقاً لا أرغب بالعزف أمام الجميع غداً، لكن علي القيام بهذا. لدي خطة، بما أن محاربي النينجا يختبئون من نينجا الليل، يمكنني استخدام قفزة القط الخارقة، سأحتجزهم في الشبكة. زاحف سيشتت انتباههم، وسأتسلل وأخذ الآلات، لن يمنعنا أحد من العزف في الحفل الموسيقي. الحفل الموسيقي؟ الفتى القط. احترس أرجوك. عضلات الزاحف الخارقة. محارب نينجا يغني. افعلها. المقنعون المزعجون، خذوا هذا. أيها الزاحف. أنت بخير، لكن لما لم تحضر الصندوق؟ كان أمامك. سنحصل عليه المرة القادمة. ترى لما أخذ روميو صوتك؟ المقنعون الصيغة. زاحف صوتك؟ القط الصغير والحمقاء، لستما ذكيان. هذا ليس لطيفاً. أنت هو بطلي روميو. لا، لم يستعد صوته، لا يزال مع روميو وهو يستخدمه. إلى سيارة القط. لن تمسكوا بي، لأنكم مجموعة من الأخيار الأغبياء، لا تملكون بعد النظر. لستم كروميو، إنه عبقري بالكامل. أجل، عبقري وليس زاحفا، طابقا ومقززا مثلي.
زاحف دبق ومقزز، أنا عبقري في ابتكار الإهانات. وحين يأتي القط والحمقاء لاستعادة صوت الزاحف سأسلب صوتيهما أيضاً، وحالما أحصل على أصوات أولئك المقنعين فلن يتمكنوا من وضع خطط لإيقافي مجدداً. يا لها من خطط عبقرية! شكراً، وهذا رأيي أيضاً. حسناً أيها الزاحف، سنتولى أمر روميو وأنت اهتم بالآلة. أرجوك أيها العبقري روميو. أرجوك يا صاحب العقل الكبير. يا أذكى الأذكياء، هل أعدت لنا صوتك؟ سنقدر لك ذلك. أخبرنا. حسناً، لما لا تقم بتشتيته؟ اختفي وتسلل فوقه وأنا سأنقض عليه. لا أحتمل رؤيته يستخدم سيف المعلم. سرقه. صحيح، لكن لن تكون ماهراً كالمعلم فانج يا هذا. أعد ذلك السيف حالاً. أوه، وقت العرض. ماذا سنفعل؟ أسرع لنساعده. غريزة القط الخارقة! يبدو أنه حان وقت قيلولة المقنعين الأطفال. اهلا، الغضب لن يفيدنا في شيء. أجل، حافظ على هدوءك كالمعلم فانج. كفى عن قول ذلك، سأغضب إن أردت ذلك. توليا أمر محاربي النينجا بينما أستعيد السيف. نينجا الليل! ماذا؟ لا أصدق أنه غضب منا. لن تتفوق على المعلم فانج أبداً. أوه حقاً؟ أيستطيع المعلم فانج فعل هذا؟ أولا! أنقذنا! ذلك المقطع على الفور. لا تلمس، إنه لي. اصمدا يا صديقي، الفتى القط البارع سيعود إليكما. سرعة القط الخارقة. أنا متأكد من أن الفتى القط في طريقه إلى هنا، لذا ابقيا متيقظين. انظري، لقد أخذوا سيارة القط الخاصة. ماذا فعلوا به؟ كان يجب أن يدعنا نساعده حتى من دون قوانا. لكننا محبوسان. أعطيني دبوس شارك لأفتح القضيب. لنفك هذا. هاي، ماذا تفعلان؟ أحاول فك القضيب لنخرج. لا تحاولا الهرب، بدون قواكما أنتما بأمان هنا. لكننا كدنا نخرج، بقي برغي واحد. ولم نحتاج لقوانا لفعل ذلك. لا، مهلا، سأستعيد منامتيكما. الفتى القط، أمسكي به أيتها البومة. أيها الفتى القط، جعلته يكشفنا. اطمئنا، سأبعد الآليين عنكما. قفزة القط الخارقة. ما زلت أملك هذه. استعملت تخفي الزاحف. ظننت أنني فقدت هذه. من الرائع أنك وجدت ما أحتاج إليه أيها الفتى القط. بما أنني وجدت القطعة المفقودة، يمكنني تفعيل الفتى القط الآلي. الآن لا يمكن لشيء إيقافي. انتهى أمر المقنعين، انتهى. يجب أن أفعل شيئاً. حررنا فوراً حتى نساعدك. ستحتاجان إلى قواكما، سأحضر منامتيكما. بعد أن أضغط على هذا الزر سيكون الرجل الآلي جاهزاً. ليس بهذه السرعة. لا
شيء من هذه الأشياء رائع كروعة تمثال القمر. استمري بالبحث أيتها العثاث. ألا يمكنك إعطاؤها ما تريده؟ لا، بومة العطاء ملكي أنا. حسناً، لنجرب هذا إذن. سرعة القط الخارقة. هيا أيتها العثاث، نحن لا نملك اليوم. ماذا؟ هاي، ماذا يحدث؟ إن الأبواب كلها مغلقة لونا. احتجزناك. مستحيل، لوحة لونا. لا، لقد هربت الفتاة لونا، لكنها تركت كل شيء. ليس بومة العطاء، أخذتها. ألا يمكننا التظاهر بأنك أعطيتها لها؟ لا أعتقد ذلك. واو، يبدو أن لونا لم تعد تريد أي شيء من هذا. لما لا يرغب أحد بهذه القطة؟ لنعدها إلى الصف، وسيصبح كل شخص سعيدا باستثنائي. بومة العطاء ليست هنا، سأدخل لاستعادتها. يوجد حقل طاقة هنا، أحتاج لمساعدتكما لأستعيدها. متأكدة لا تريدين التبرع بها؟ لونا سرقت تمثالي، لهذا هي لا تستحقه. حسناً، اجعليها تخرج. سأحاول أن أستخدم قواي للدخول. هاي، أيتها الفتاة لونا. لحظة، انتظراني. ما الذي يجري؟ الفتاة القط. أمسكته. شكرا. قل وداعا. محاربي النينجا، انتبهوا إلى قالب الحلوى خاصتي. كم هذا مؤسف يا مفسدي المرح. هذا القالب لي، إلى اللقاء. لا، انتظر. ماذا تريد الآن؟ لنلعب لعبة أخرى. أم أنك تخاف الهزيمة؟ أخاف؟ سنلعب لعبة الكراسي الموسيقية، وسيحظى الفائز بي. روعة، بالونات المعلم فانغ. سأخرج من الجولة الأولى، وبعد ذلك سأستعيد قالب الحلوى. عليكما إبقاء نينجا الليل منشغلاً، لذا يجب ألا تفوزا. بالونا، اتفقنا أيها الفتاة القط. حسناً. حسناً، حالما تتوقف الموسيقى ينبغي على الجميع الجلوس. إن وجدوا كرسياً. موسيقى. تم إقصاؤك أيها الفاشل. هذا لا يصدق، يا لحظي العاثر. أنت لن تهزم نينجا الليل. خطة الزاحف الخارقة. لنتابع اللعب. آسف، هذا المقعد محجوز. وداعا أيتها الحمقاء، تم إقصاؤك. لا أصدق، أنت بريع جداً في اللعب. حتماً سيكون دمية رائعة. ستوقظه، لنوقفها. لا ترمي بالدمى على الأرض، انظرا كم هي رائعة. نعم أيتها الدمى، ارقصي قليلاً ثم لوحي لصديقاي. لا توقظي شخصاً، يسير أثناء النوم. ربما لن أوقظه، لكنني سألعب معه. تعال إلى الفتاة لونا أيها الفتاة الدمية. لا، تنحيا عن الطريق. يا زاحف، ضع الدمى جانباً، نحتاجك. سأوافقكما حالاً يا صديقاي. هيا أيتها الدمى. إنه لي الآن. جناح الدمى. قفزة القط الخارقة. أمسكت بك أيها المشخر. نعم، اجلسي هنا بسرور وارتياح. أنا قادم. انظروا إليه، إنه يبدو كديناصور مترنح. ديناصور مشخر، سوف أسميه الديناصور المشخر. عجباً، لونا بارعة جداً بتحريكه.
اسمع، علينا الحصول على المغناطيس دون إيقاظ كاميرون. حسناً، ما كان ليقع في هذا المأزق لولا لعبك بالدمى. أنت معنا؟ أجل بالطبع. آسف. اتفقنا، مستعدان للبطولة؟ يا حلومة. ماذا؟ ابتعدي عني، مغناطيس ألونا، أعيدوه لي. والآن كاميرون، سنعيدك إلى الفراش، لكن كيف يعمل هذا الشيء؟ زاحف، ماذا تفعل؟ أعيد كاميرون إلى منزله آميناً. أنا سألعب. هاي. هيا من هنا. أوبس، آسف، من هنا. أفلتني. أجل، زاحف، كفاك لعباً. لا، هذا أمر جيد، بهذا سأنقذ كاميرون والدمى أيضاً. لا أستطيع التشمس مطولاً. لنستقل مركبة الزاحف أو دائرة البومة لنرى الحافلة من الأسفل أو سيارة القط. سنتمكن من الانطلاق بسرعة ونلحق بالحافلة. ألا يمكن أن أختار أنا اليوم؟ سأثبت أنني أستطيع تولي الأمور. لا، نظن أنك لست قادراً، ولكن حسناً، سنستقل مركبة الزاحف. إلى مركبة الزاحف. كنت أنا سأفعل ذلك. أنا آسف، كنت أحاول أن أساعدك. لا بأس، لا أريد مساعدة. قوة مركبة الزاحف وقدرتها على الالتصاق والتخفي هي ما نحتاج إليه. لكن المقنعون يساعدون بعضهم. رأيت الحافلة للتو هناك. تمسكا جيدا. أضعناها. لو ركبنا سيارة القط للحقنا بالحافلة، أو لو ترنا بطائرة البومة لعرفنا أين ذهبت. أذنا القط. النظرة الثاقبة. حتما هناك شيء يمكنني فعله. أرى شيئاً يتحرك بسرعة نحو ساحة المدينة. ألحقوا بها. انتظر زاحف. اسمعي، الحقي بالزاحف، سألحق بك بسرعة القط الخارقة. تخفي مركبة الزاحف. أثار أقدام لمحاربي النينجا، لكنها صغيرة. ربما يكون صغيراً لكنه نينجا، هذا خطر. أجل، إن كان الشخص صغيراً لا يعني ذلك أنه غير قادر على التسبب بمشاكل. انظرا إلي. وإن كان محارب نينجا، فسنواجه متاعب نينجا الليل. لست أدري، ربما. إنه محارب نينجا صغير. أجل، إنه صغير للغاية. وهو ظريف نوعا ما. ليس ظريفا، إنه محارب نينجا. إنه يبدو خائفا. لا عليك، لا تخف. ماذا يقول باعتقاده؟ لا أعلم، ربما يحتاج للمساعدة. إن كان يواجه مشكلة فعلينا مساعدة. لا، حتما أرسله نينجا الليل. أتذكر ماذا فعل في المدرسة؟ لكنه يبدو تائها، ربما كان تائها في المدرسة وتائها هنا الآن. لماذا أنت هنا معنا؟ أنت تائه بالفعل؟ إنه لا يفهمك أيها الفتاة. أو ربما يحاول أن يخدعنا، لا جدوى من التحدث إليه، علينا أن نخرجه. ها؟ ما يبدو أنه أحبك. لا، ابتعد، ابتعد. تعال، يجب أن تذهب الآن. توقف، لا نلعب المطاردة. Thank you.
فريق ميكروفون الذهبي يدفع تفيل الغناء. لا 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 لا. يا للهول، الفتاة لونا أخذت الميكروفون الذهبي لتقيم حفلتها الخاصة، والعفت ترافقها في الغناء. سوف أستعيده الآن. إن قام أحدكما بشيء مذهل لمساعدتي سأحسم أمر التذكرة الإضافية. سوف أرافقك، هذا ما يفعله الأصدقاء المقربون. ماذا؟ تخفي الزاحف الخارق. لا 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 لا. هاي، هذا يشبه الزاحف المخبول. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق ذيلي. أبداً، إن لم أتمكن من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. أين تركتها؟ زاحف! الرائحة الكريهة هنا، علينا مغادرة المكان. لندخل المركبة. أين هي؟ أنت لم تضيعها صحيح؟ طبعاً لا، لكن مرحباً أيها المقنعون الصغار، أم علي القول المقنعون المقززون؟ سأشغل آلة العفن. تأهبوا للرائحة المقززة. يمكننا التعامل مع الرائحة، لسنا بحاجة إلى مركبة زاحف لردع روميا. رائحة البيض أصبحت أسوأ. طبعاً أيها الفتى القط الصغير، فآلة العفن تعمل على إفساده أكثر وأكثر. علينا الاحتماء داخل المركبة. أين هي؟ أعني لسنا بحاجة لذلك، اختبئوا بهذا الشكل. أعني هكذا أو هكذا أو ربما هكذا. اختبئا فقط. لا نملك خاصية التخفي. علينا أن نخرج من هنا. أركضي. المقنعون الصغار المساكين، لا يمكنكم تحمل رائحة البيض الكريهة؟ التخفي خطة جيدة، لكن علينا دخول مركبة الزاحف لتنجح. أين هي؟ هناك. سأحضر كمية أخرى من البيض الفاسد خلال وقت قصير أيها الحمقى. لا أدري إلى متى سأتحمل رائحة الكريهة. روميو لا يشمها لأنه يجلس داخل مختبره. ولو كنا داخل مركبة الزاحف. هيا زاحف، قدنا إليها. لكن لسنا بحاجتها لأننا زاحف، ما الذي تفعله؟ البيض الفاسد أصبح جاهزاً. خطرت لي فكرة. ماذا؟ كيف لهذا أن يوقف البيض الفاسد؟ مهلاً، أحضرت العجلة؟ أجل، سوف تفيدنا. ولكنها عادية. ما الغرض من هذا الزر؟ لا أعرف. هذه العجلة رائعة بالفعل. احذر، الطيران يتطلب التمرين. حقا، سهل بالنسبة لي. سهل للغاية. أوبس، حسناً، لكن كن حذراً. إلى طائرتي. بالتأكيد، اركبا في طائرة البومة، لكن اتبعاني فستتعلمان من مهاراتي المذهلة في الطيران. أجل، يلا الروعة. سأريك مهاراتي في الطيران. واو. أجل.
ألا يجب أن نبحث عن المنطاد؟ أوه يا للهول! إلى ما يشير! النظرة ثاقبة! إنها لونا! يا إلهي! أعتقد أنني سأمشي من الآن فصاعداً! أرأيت براعتي في الطيران؟ راقبيني أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي! خدع؟ لكنك كنت تسقط! أجل، أنا بارع في قيادة العجلة، طيراني سيساعد الفريق! طيرانك؟ أنسيت أن هناك شخصاً آخر يطير؟ هيا يا صديقاي، مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق! هذا يعني أن لونا هنا. إنها في الخارج. سأخبر المقنعين، لكن إن لحقت بها سأعرف ماذا ستفعل. هذه فكرة أفضل. هي، يجب أن أتبع تلك العثة، وحتما ستقودني إلى لونا. انتظريني أيتها العثة. لا تزال مملة. الزاحف يتبعك؟ هذا يعني أنه ترك المقر الرئيس. تحاول العثة أن تفتح الباب؟ مع خروج الزاحف من المقر الرئيس بدأت خطتي تنجح. قريبا سيكون مقر المقنعين الصغار ملكي، ملكي وحدي. ها هي. لن تمسك أبي. أين ذهبت العثة؟ عرفت أنهما سيحتاجان إلي، خاصية التخفي. ماذا؟ رياح البومة. لونا، أعطني النسخة الأولى من فلاسي فلاش. انتظرني يا سيدي. هيا لنلحق به. حاولوا أن تلحقوا بي أيها المقنعون المزعجون. أوه تشبث جيداً. فوضى. لا يمكنكم مجاراتي أيها المزعجون، صحيح؟ استسلم روميو، لا مكان لتلجأ إليه. أنت مخطئ، فقد حان الوقت لأريكم آخر خواص مختبري. مختبره قادر على القفز. لم تتوقعوا ذلك، صحيح؟ لطالما أحببت الهروب المفاجئ. كيف سنوقفه الآن؟ سيارة الزاحف لا تطير. لكنها تلتصق بالمباني، نستطيع اللحاق به. بالطبع، تمسكا. الفتاة لونا، ما الذي تفعله هنا؟ أخبرتني عثا صغيرة عن مخطط روميو. لن أسمح بإفساد قمري. هجوم حجب الرؤية. إنها تحاصرنا، لا يمكننا الرؤية. يا إلهي، لا يمكننا التخلص منها. لن نتمكن من استعادة التلسكوب. ربما لم يصبه الشعاع. الفتى القائد. Ha ha!
يصيبها بعد. وأنا أيضا، لنفعل ذلك. سأحول مسار الشعاع. سأساعدك. سيكون هذا سهلا علي لأنني طبيعي. الجميع بخير. أجل، ماذا؟ لا، أصبحت خرقاء أنت أيضا أيتها العصفورة. لقد جعلتك خرقاء مترنحة، لذا لن تتمكني من السير بخط مستقيم. أنا عاجزة عن الطيران والتوقف. هذه كارثة حقيقية، أنتما أخرقاني فعلا. كيف سأعيدكما كما كنتما؟ لما لا تعترف بأنك أيضا أخرق؟ لأنني لست كذلك، أنا رشيق كالقط. واو. جعلتكم جميعا خرقاء، العصفورة الخرقاء والزاحف الأخرق وقبلكما الفتى القط الأخرق. تعني أنك جعلت القط أخرق قبلنا؟ أجل، ليلة أمس وهو نائم، والآن سأجعل العالم كله أخرق لأسيطر عليه. لا، ولن تتمكنوا من فعل شيء حيال ذلك. إلى اللقاء أيها الخرقاء. إذن فقد جعلك أخرق قبلنا نحن الاثنين. أجل، لكن هذا الروبوت مصنوع من جميع المعدات المفقودة، إنها هنا. هل يقوم روبوتك القديم بصنع روبوت جديد؟ لماذا تريد صنع روبوت آخر؟ لا أعلم، ربما أصيب بالجنون لأنه لا يصغي لأي شيء أقوله. هذه مهمة المعلم فانغ وكيك ماجي، هيا بنا. لكن بقوة قبضة المعلم فانغ الهائلة آمرك بالتوقف. إلا إن كنت تريد أن تواجه ركلة قوية. زاحف، أحتاج تمارين الإطالة أولاً. أعد معدات ساحة اللعب. لا، هذا الروبوت هو صديقي الحميم الجديد. كيك، إنه يهرب. هيا بنا أيها المعلم فانغ. لحظة، انتظراني، انتظرا. سأطير فوق المباني وأراقب المكان. المعلم فانغ وكيك ماجي لا يحتاجان هذا، معلما الفنون القتالية. هيا. أجل، مستعدان لأي شيء. آسف. لا بأس. يا. لكن ماذا عني؟ يا إلهي. لم أكن مستعداً. ولا أنا. لا يمكن لسلات مفاية متدحرجة أن توقف كيك ماجي. أين هو الروبوت؟ يتجه نحو المتنزه. حسناً، إلى سيارة القط. احذروا أيها المقنعون الصغار، إنه جديد، ما زال هناك بعض المشاكل فيه. هل أنت بخير؟ انتبه إلى خطواتك أيها الأحمق. ماذا قلت للتو؟ لا شيء. هيا بنا يا روبوت. توقفي لونا، دعي الفراشات وشأنها. يا إلهي، إنهم المقنعون، جاءوا لإفساد متعتي مجددا. هيا عثث، لنخرج من هنا. غريب، ليس من السهل إخافتها عادة. هيا، يمكنك العودة إلى الداخل. الآن بادي، أنت تخيفها. اذهب وانتظرني في الطائرة. إنه يريد بعض الاهتمام فقط. هل هذا يعني أن البومة تتركك وحدك باستمرار؟ حسناً، لقد نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتي. أعتقد أنك مستعد للثانية. قوة لونا، أريد بلورتين صغيرتين إضافيتين. ضع هذه في غرفة البومة والزاحف كي أتمكن من السيطرة على المقر. لا تخذلني أيها الطائر. عدت إلى منزلك أيتها الفراشات. أجل. جاء معنا في مهمة رائعة، عليه أن يفرح. هذا ليس ما تحبه الحيوانات، تحتاج بيتاً وتحتاج تدريباً، ومؤكد أنه جائع. أوبس، حسناً، هيا بنا، وقت العشاء. وسننظف غرفة الفتى القط. الفتاة لونا؟ لا أصدق، أحتاج
أحتاج إلى صديقي. لا بيردي، ابقى هنا وكل، سأعود سريعا. رأيت لونا على الشاشة، إنها في الأعلى، إنها هنا. حسنا لي. مهلا، ما هذا؟ بعض الطعام لبيردي. بدا جائعا للغاية، أعطيه إياه. سأفعل ذلك، لكن علينا الاهتمام بأمر لونا. إنها لم تطعمك حتى، صحيح؟ والآن هيا افعل ما دربتك عليه، وأنا سأشغل المقنعين الصغار. لا يعقل، مناجيق للقذائف اللاصقة، إنها تلزمنا أيضا. لا يا بوما، فلدى حصننا وسائل دفاعية. نعم بوما، هل ساعدتنا الآن؟ أستطيع. مرحبا مجددا أيها المقنعون، اعترفوا، مقري هو الأفضل، وسأهم الآن بتدمير مقركم. ليس مع قذائف الكرات يا نينجا الليل. خذ هذا. لست بوما، بل عمياؤك الخفاش. سأقوم بضبط التصويت. بوما، نحن في نفس الفريق. أها، وجدتك أيها الزاحف، دعني أخذك في جولة دورانية. تماسك زاحف. هذا لا يعقل، يمكن لحصنه أن يدور أيضا. آمل ألا تكون المعركة قد أتعبتكم أيها المقنعون الصغار، لأنني سأستنزف قواكم. محاربي نينجا، أطلقوا العجلات. يملأ الخندق بالعجلات؟ لماذا؟ لبناء جسرين لتقريب حصنه من مقرنا وتدميره. ما تلك الرائحة الكريهة؟ الجبن المعتق سوف يقود روميو خارج المتحف. أرجو ذلك، فبالكاد أقفه بقربها. لا أحتمل، أريد استنشاق الهواء. روميو في الخارج. زاحف تريث. الآن قلت منك روميو. ماذا؟ لا أظن ذلك، ستكون الأجواء الليلة كريهة. رددت رائحة الكريهة المركز. زاحف هل أنت بخير؟ والآن رائحة كريهة شديدة التركيز. زاحف، لكل مشكلة حلول عدة، لا جدوى من ملاحقتك لروميو. أجل، علينا إبقاء روميو خارج المتحف لنتمكن من الدخول وتدمير صندوق الشر الأكبر. فات الأوان على ذلك أيها المقنعون النتنون، أخيراً أنهيت صندوق الشر الأكبر. تدا. لدي خطة، وضع روميو جهاز التحكم في حقيبته، سوف ألهيه وأنت تسلل خلفه وخذ. ليست فكرة سيئة، لكن مع فكرتي سنحصل على جهاز التحكم. أشغليه، سأتسلل إلى المختبر وسأحضره. طريقتي أمينة أكثر، رأيت روميو يفعل شيئا بأبواب المختبر في السابق، قد يكون فخا. كوني مطمئنة، أنا قائد الفريق فأنا المسؤول. حسنا. روميو، أتساعدني؟ ما الأمر أيتها البومة؟ هذا البرج، ما الأعمدة الملائمة؟ كقطع متعارضة. انذار. مهلا، لدي فكرة، سرعة القط الخارقة. ماذا يحدث؟ تحاولين خداعي، سأجعلك تعملين أكثر الآن. لا. عرفت أن هذا سيحدث، توقف عن التحكم بي روميو.
أكره أن أسمع تذمر العاملين لدي، لذا سأضعك على نظام الصامت. لا، هكذا أفضل. والآن عودي إلى العمل بسرعة أكبر. والآن إلى الطبق. أحسنت أيها الزاحف. والآن أيها القط، أحضر لي جهاز التحكم الرائع الخاص بي. يا للهول! شكراً أيها القط، أنت تعجبني كثيراً. هكذا اقفزوا أيها المقنعون. هذا مضحك، لكن يفترض أن تقفزوا لا أن تثبوا. يجب أن أقوم بتعديلات نهائية بسيطة. بوما، اقفزي فوق السطح وادخلي من الفتحة واحضري جهاز التحكم، وأنت اقفز فوق البرج واحضر الطبق. ماذا؟ أهم السارقون؟ من كان يعلم أن نينجا الليل يحب الفن؟ أحسنتم يا محاربي نينجا، ستختفي جميع القطع الفنية في العالم قريباً، وستكون جميع القطع الفنية ملكي. أجل، هذا منطقي. يظن أنه سيكون أفضل فنان إن كان الفنان الوحيد، لكننا سنردعه. توقف نينجا الليل، هذه ليست لك، عليك أن تعيدها. سألقنك درساً قاسياً. ها، ماذا تفعلين أيتها البومة؟ جعلت رمالة تغطي تمثالي، لذا سيعجبك هذا. جناحي الخارقان. هاي بومة، أوقف الرمال. نينجا الليل لا يتأثرون لأنهم يضعون الأقنعة. أوه عزيزتي، يا لها من ورطة في ساحة اللعب الخاصة بالمقنعين. أراكم لاحقاً أيها المكسوون رملاً. أيتها البومة، لما فعلت هذا؟ الانتقام من نينجا الليل ليس صائباً. أجل، المهم أن نعيد القطع الفنية، والآن اختفى المزيد منها. لا تقلقا، سأعرف مكانهم بنظر الثاقب. هيا بنا. أنا أراهم، إنهم يسرقون ثانية. أعدها حالاً نينجا الليل، نعلم بأنك تريد أن تثبت بأنك فنان، لكن السرقة أمر خاطئ. أوه أرجوك، وكأنك تستطيع إيقافي. لا، أنا سأفعل. هيا بوما، أعيدي باقي الطلاء، ونحن سنهتم بأمر القطع الفنية. أولاً سأهتم بأمر نينجا الليل. ماذا تفعلين؟ أضع الطلاء في خزان الماء، غطى تمثالي بالطلاء، والآن حان دوره. ماذا؟ يه يه. انتظري. أنا قادم، أنا على وشك طيران. زاحف، ماذا تفعل؟ ها؟ تحاول الطيران، ها؟ حسناً، سأساعدك. ها، لم تصبني، فقد أصبت جناحي. هاو، يمكنني الطيران. لكن لا أطير بالاتجاه الذي أريد. هاي، ساعداني. هيا أيتها البومة. زاحف، أصمد، أنا قادمة. شكرا بومة. لا مشكلة، الطيران ليس الحل الوحيد. لما لم تستخدم خاصية التخفي؟ خاصية التخفي؟ حقا؟ هناك دائما طريقة أخرى للحل. ماذا حدث؟ أصبتك أيتها البومة، هذا ما حدث. أخيرا تمكنت من النزول. لا يمكنني الوصول، استعملي مهارة الطيران للتفوق على مقاومة الجاذبية. لا يمكنني السيطرة، أنا خفيفة جدا. أسقطت واحدا، أم علي القول، رفعته، بقي اثنان. علينا أن نهزم روميو وننقذ البومة. سأطارده وأنت أنقذها. قفزة قط الخارقة. لكنني لا أملك القوة المناسبة. فكر يا زاحف، الطيران كالبومة لم ينجح، ربما القفز كالفتى القط ينجح. لكني أملك ساقي الزاحف، لا يمكنني القفز كالقط. لكن سيارة القط تفعل. سأطير فوق البومة، سأفتح الباب وسأمسك بها. خطة رائعة، سأنطلق. خاصية القفز، أمسك يدي. يمكنك الجري، لكن لا يمكنك الاختباء أيها المقنع.